هذا المنظور ديال الوزاره تغيروا في اطار فعل الاله هذا الطريقه فتبين خلال ان الجهه كتعرف اكراهات كبيره بزاف ويعني محنه صعيبه في القطاع الفلاحي بحكم ان المدارات التقويه الان ما كيعرفوش طرقات مائيه مبرمجه ادت الى تدهور بعض الفلاحات كشمادر السكري كالحمق والذره كقطاع الحليب مثلا كذلك المناطق البوريه كتعرف اشكاليات ديال التساقطات المطريه اللي ولا من الصعب ان نكملوا الموسم الفلاحي ديالنا وكانوا وعود من هاد الاخوان تمثلوا القطاع الفلاحي بان سيتم النظر في بعض المعاونه لهذا القطاع هذا. حنا اولا كغرفه في الحي تبقى الدور ديالنا دائما دور اللي هو استشاري، يعني هذه حاجه مهمه، ما عندناش دور تقريري باش نقرروا اش يمكن دير، ولكن في اطار هذه المسؤوليات وهذه المهمه اللي عندنا كنقوموا بتاطير الفلاحه باش يمشيوا مثلا التقنيات المقتصده في الماء، والان ولا فتنا التقنيات المقتصده في الماء ولا تقنيات اخرى كربحوا من الماء اكثر كاستعمال بلاستيك مثلا، كاستعمال الزراعات الحافظه، كاستعمال طريقه تقنيه جديده في عمل ديال الحرد ديال الارض الى غير ذلك، للنقص للتاقلم مع هاد التغيرات المناخيه اللي اصبحت معطلي هو هيكلي. هو بالنسبه للحليب كاين مشكل في الانتاج ديال الحليب على الصعيد الوطني، يعني الحليب كما كيعرفوا الناس من البقره لعند سميتو هذا غيكون فيه اشكال، ولكن بالنسبه للوفره ما غيكونش مشكل لان الدوله خاضت الاجراءات اللازمه بحيث ان الان كاين يعني غيكون الحليب متوفر في الاسواق، ولكن الجهه ديالنا النصيب ديالها في هذا الانتاج هو ضئيل جدا، ربما غيجينا من جهات اخرى كجهات اكادير ولا سوس ماسا او جهات الغرب اللي كانوا عندهم باقي عندهم امطار وباقي عندهم شويه الغطاء النابل اللي يمكنهم باش يكون عندهم انتاج في هذه الماده هذه. يمكن مع التساقطات المطريه اللي كانت اولى اللي جات شي تساقطات مطريه اخرى غيكون غطاء نباتي غادي يمكن على الاقل مثلا الدواشير مثلا والدواوير انهم يكون عندهم ذاك الانتاج المحلي ديال الحليب. راك ما عارفين فهمتي؟ غيقد يكون هذاك الانتاج مهم اللي غادي يقد يعني يكون شيئا ما اكتفاء ذاتي، ولكن الاشكال دائما وقع. طبيعة الحال عندها انعاش بدا انعاش غير مباشر وانعاش معنوي، انا ما كانت بنا عندنا امل، دابا حنا بحال الانسان يسيرفي يعني كنحاولوا غير نعيشوا، عطاتنا واحد الامل ديال 20 يوم ان الزراعه اللي كاين الان بحكم التساقط المطري يمكن نقولوا بان غادي تبقى صابره واحد المده ديال 20 يوم، رايتها ما تجي ربما تساقطات اخرى شي كنتمناه تنتمناه. ومن طبيعة الحال انعشت شويه الفرشه المائيه. الماء في السدود كاين شويه ديال الاناء ديال الحقينه طلعت شيئا ما، ولكن كاين افراغات يعني كاين مشكل اخر اللي هو واقع في الجهه ديالنا، والشافي المجات راه مرحب بها. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.